الغربية. مشكور يا أبو زايد، مشكور على هذا الإنجاز الرائع والمتميز. الخنجر، الخنجر يذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة محملا بالمسكي والعنبر والريحان. من هذا الميدان يتوجه إلى دولة الإمارات العربية ومع شعار الإعصار الغربي. مشكور يا أبو زايد على انطلاقة الغربية من البداية لين النهاية وحصولها على الخنجر وهذا الرمز الغالي. أيضا يتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا وألف مبروك لناصب محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية وفي المركز الأول. تهانينا وألف مبروك للسيد ناصب محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية في المركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب النسيم لعبد المحسن مسالم بن زاهرة المري، وصل في ثاني المراكز. أيضا قدمت عرض متميز. العامري أهالي العين ينتظرون السلامات. غازي غازي يغسو هذا الرمز بكل قوة وبكل جدارة. محمد بن سعيد بن محمد العامري هو الأقرب لناموس هذا الشوط. مهيض لمحمد بن ناصر الشنجل على المركز الثاني، ولكن ترجيحك أبو زيد ما طاح تراب. انطلق مع تحديات غازي الذي غسل المقدمة وأعلن تحديات الرمز. الرمز الغالي ارفع الكاس عاليا يا العامري. عمار 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 العامري والسلام. سلام العين، سلام سلام إلى أهالي الإمارات العربية المتحدة. سلام زاخر، سلام سلام وتحية واحترام. غازي غزة خط النهاية وانتزع الرمز الغالي. تهانينا وألف مبروك لمحمد بن سعيد بن محمد العامري على فوز غازي بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مهيض لمحمد بن ناصر الشنجل المري. المركز الثالث المتحد محمد بن جار الله بن ذروة المري. مركز الرابع بالملاحقة الوصيفة لها بهذا التحدي والإثارة، ولكن الوارية 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 انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة، انطلقت على المركز الأول. سلام 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 رئاسة دولة الإمارات. تهانينا والناموس للمقام السامي هناك لسيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان، راعي هذا الشعار، راعي هذه الإنجازات، راعي هذه التحديات. تهانينا أيضا لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المتابع لهذه الانطلاقة. تهانينا لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان من يقف دائما وابدا خلف هذا الشعار. تهانينا لهجن رئاسة دولة الإمارات. تهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. سلام رماح سلام على هذا التحدي والإثارة بدولة الإمارات. المركز الثاني شواهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم المري. بين المنطلقين بهذا التحدي مع انطلاقة حربة، وبالفعل الشوط في حرب، الشوط في حرب، حربة يا حربة. انطلقت حربة مع ناموسها إلى مملكة البحرين. الله الله الله، ها هي حربة، حربة للسيد وليد بن محمد السيد مع المقدمة، وهناك جابر بن علي بن جرحب، ولكن سيوف مع المركز الثاني لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. ولكن سلام وتحية إلى مملكة البحرين. أول نقطة تضيفها لصالحها بهذا المهرجان. سلام يا بن جرحب على هذه الانطلاقة ببداية هذا الشوط من بدايته إلى نهايته مع حربة إلين وصلت إلى خط النهاية. تهانينا والناموس للسيد وليد بن محمد إبراهيم السيد على فوز حربة في المركز الأول. جابر بن علي بن جرحب المري متابع المركز الثاني الغربية لمحمد بن محمد. على
في مقدمة الشوط بحضور ومساندة مشغل بالشعار الحمر بشعار هجن الرئاسة. هجن الرئاسة دايم غير، هجن الرئاسة دايم غير، تبدع وتقدم الجديد والجديد. تهانينا للمقام السامي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز وهذه الإنجازات التي دائما تكررها هجن الرئاسة. شكرا للشيخ لسمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان الرجل الذي وقف وراء هذا الشعار وقدم لنا المستحيل مشغل والزعفران منافسة رئاسية على مقدمة الشوط بشعار هجن الرئاسة. الزعفران مشغل، مشغل والزعفران، ولكن مشغل أشغل الجميع وانتزع الناموس. تهانينا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على فوز مشغل بالمركز الأول وأيضا الزعفران في المركز الثاني. تهاني للفيلسوف أحمد بن مطلب المايد. محمد بن احمد بن مايد الخيالي. الله الله يا التحديات. هنا نتابع المركز الاول، المركز الثاني مصيحان مصيحان على المركز الثاني. عبد المانع بن حسين بن مانع بو دواس العجمي. والمركز الثالث شاهين عبد المحسن بن محمد بن عطا الله البلوي. قادم البلوي، وصل البلوي على المركز الثاني. المركز الرابع قادم مشعل محمد بن ناصر بن حمود بن شافي آل شافي على المركز الرابع. ولكن الصدارة مع محمد بن احمد بن مايد الخيالي. اشكرك يا ابو يمعة على هذا الاداء الممتاز، وسلام يا الامارات، سلام على هذا الاداء، ويسعد لي صباحكم يا هالي رماح بمدينة العين على هذا الانتصار، انتصار ثمين بالمركز الأول. وكرمة يا أبو حمدان يا سمير، كرمة بالزعفران المركز الثاني. يصل شاهين. الدكتورة قادمة، عادت لصلب المنافسة. الدكتورة ليس موسى حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع الأمنة عبيد بن شنان المري. ولكن انطلقت تشوق يا شوق يا شوق، هزني هوا الشوق، هزني غصن انت أهل أوراق، كل غرض في الوقت ملحوق إلا وصول الصاحب أشواق. الله الله، ها هي شوق على الصدارة، شوق على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا 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 لإقناع رئاسة دولة الإمارات. تهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. أيضا هنا رجل الأمتار ينتزع الصدارة، ينتزع الفوز والناموس. تهانينا تهانينا لإقناع الرئاسة على هذا الفوز الجميل وانتزاع الشوق المركز الأول وحد وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني الدكتورة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع عبيد بن شيران المري. المركز الثالث وصلت راهية. الله، شوفوا 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 الصدارة، شوفوا السيارة تمشي في أي عزبة، تصل لأي عزبة، وحيشة برزمان، وحيشة برزمان، وبالنشير واصل، وهنا أيضا الوهيبي، ومن الجانب الآخر واعطوني اللي قادمه. كم النمبر 5، كم النمبر 3، كم النمبر 2 دايركتر او المخرج، اعطني اللي قادمه، اعطني اشعار محمد بن ناصر بن عوضي من هالي الذي تقدم واتى من حيث لا ندري تماما، اتى في اللحظات الاخيره. الله الله، اللحظات الاخيره برزمان. ومن الجانب الاخر لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، يا سلام. وبرزمان برزمان 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 بالابيض بالابيض. الله الله، ولكن هناك 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 ناصيه ناصيه لراشد مشاهد الاعزاء بن محمد بن جابر بن عبد الله المنهالي. نعم، شعار بالعوضي حقق الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني مركز
جتوني ديبة، الديبة وعنوان هما عنوان هذا الشوط، ولكن عنوان هي العنوان الأهم حتى هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول، ويبدو لي إنها الأغرب والعصا ما زالت فلطان بشعار بيضة. ويا حبن البيضة المركز الأول عنوان عنوان على الصدارة، جابر بن فهيد بن محمد العفرة، سلام سلام بالعفرة، سلام سلام تحية واحترام لجابر بن فهيد بن محمد العفرة، وسلام يسيح سلام سلام تحية واحترام لجابر بن فهيد بن محمد العفرة على فوز عنوان. من تدون العنوان باسم بالعفرة، تهانينا والناموس. هاي سعد وصولا الى خط النهاية، معنى الفوز والتحدي مركز التالي. خلاص بعد المسافة، خلاص بعد المسافة، سلامي عليك سلامي عليك سلطان بن نوار بن دخيل الله آل عتيبي هو المسيطر. خلاص لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، متوج بالفوز ومتوج بالناموس. كبر الطاسة كبر الطاسة يا سمير يا ابو حمدان، كبر الطاسة غطى من راسه ليل فقرته. تهانينا والناموس لمالك مصيحان سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، سلام يا الشحانية، والتحية واحترام لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي على هذا الإنجاز. قام راس وانهى الشوط راس وبعد المسافة، تهانينا والناموس على هذا العرض ده. الأرض الرايع لمسيحان على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي المركز الثاني، المركز الثاني أتانا فيه موادع ناس. الشامي على الصدارة، الشامي على المقدمة، الشامي على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع خالد بن المر بن حلوة، أحد شباب الخواميق بهذا الانطلاق. سلام دولة الإمارات، سلام وتحية واحترام. تهانينا تهانينا للداعم الرسمي لهذا المهرجان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، تهانينا لخالد بن المر بن حلوة. سلام الخواميق، سلام سلام وتحية واحترام. كبر الطاسة يا ابو حمدان، كبر الطاسة، جبها من راسه لغاربه. يستاهل 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 الشامي، ها هو تشاهدونه على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. كبر طاستك يا ابو حمدان للشامي، ها هو لحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم ولخالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، وتهانينا لأبو سعيد المر بن حلوة يستاهل. بالانطلاق بالتحدي، حوران حوران على المركز الاول، بدأت الحركة بانطلاقة حوران. شوف المسافة ما بين وبين الثاني، التحدي الله يا حوران ويا سمير يا سمير يا ابو حمدان. كبر الطاسة كبر الطاسة هنا وكرم كرم حوران، كرم بالزعفران بمادة الزعفران من خشمه إلى غاربه. يستاهل هذا الانتصار. هنا يمر مرور الكرام أمام المنصة والمقصورة الرئيسية ليعلن الفوز والانتصار بالمركز الأول. تهانينا وسلام يا الخوانيق، سلام على هذا الانتصار. تهانينا يا محمد بن عبد الله بن راشد المذوب الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول حوران إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. تهانينا من القلب على هذا الانتصار بالمركز الأول. هنا حوران يصل إلى خط